السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم لولا، دائما مع الوصفات ديال الطبخ او الوصفات التجميلية او الديكور. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الكيش. وقبل هذا الكيش كيتطلب انه العجينة ديالو، دونك باش الحاجة ديالنا ب 250 غرام ديال الدقيق الفورس اللي هو الخالص، اللي هو الكاليتي مزيانه. اللي عندها الخنشه في الدار كدير غير جبانه بحال هكا كتعبر بها، جبانه هي كتعادل 250 غرام. حاجتنا ب 125 غرام ديال الزبده اللي غادي نديرها وسط الدقيق. انا راه ما ذوبتهاش ولكن كنخدمها بحال هكا، بقات في الحراره ديال المطبخ، دونك كنبقى كنخدمها بيديا. كتبقاي تحرب ليها هكا، بهاد الزودة حتى كتنسجم مزيان مع الدقيق. دونك هانتوما كي كتولي، ملي كتخلط مزيان كنزيد عليها شويه ديال الملحه ونعاود نخلط. في الاول كديروا غير الزبده والدقيق، نزيد شويه ديال الملحه ونزيد واحد البيضه كامله. ونبقى دونك كنخلط وغنزيدو شويه الماء باش نخلطو العجين. دونك كنزيدو شويه ديال الماء، احنا كنخلطو دونك كتبقاي تخلطي تتحصلي على واحد العجينه اللي هي متماسكه. من بعد مني جمعتها ما كتبغيش بزاف تعد ليك، لان ما فيهاش خميره ولا هذا، ما كتبغيش تلك بزاف. العجينه ديالها كتكون رطبه، كنديرها في واحد الميكاسيول فيغيزي وكنخليها المده ديال 15 دقيقه تترخف شويه وعاد غادي نخدم بها. باش ندير الحشوه ديال هذا الكيش اللي غادي ندير، حاجتي بهذا بالكفته ديال الدجاج. دونك فوالا كفته ديال الدجاج والبصله وحاجتي كذلك بواحد نص معلقه ديال الكليبزار، حاجتي كذلك بشويه حبات ديال الزعتر ومليحه، ضروري من الملحه. بيان سور القزبر معدنوس. اذا من بعد العجينه ما بقات استرحت واحد ربع ساعه، اطاليتها بال يعني بالمدلك هذا حتى انها تسرحات والسمك ديالها تقريبا واحد سنتيم واحد. دونك انا دائما كندير لا في لي طارت ولا في لا لا في لاباط
بغيزه ولا في لاباط سابلي، دائما كندير اما الحمص اما كندير اللوبيا باش ما يعني باش ما تطلعش ليا. ودابا غادي نديرها في الفران طيب ليا. دونك باش غادي نصاوب لاصوص بيشاميل، حاجتي بواحد السطرو ديال الحليب هنا، درت شويه ديال هذوك السبيسه، واللي عندها الكوزه دير شويه الكوزه، كذلك واحد رويس ديال الثومه، انا حتى عندي مطحونه درتها، كنزيد عليهم راس المعلقه ديال البزار، وقلت كذلك شويه ديال الملح. دونك قلت بان كنحتاجو كذلك شويه ديال الدقيق، درت البزار، درت الملحه، درت شويه ديال الثومه، دونك كنحتاج كذلك شويه ديال الدقيق، نسيت واحد المعلقه، واحد المعلقه ديال الزبده حاجتنا بها ضروري اننا نديروها في لاصوص بيشاميل. معلقه ديال الزبده دونك كتبقى فيه كتوم، و اوميم طون انا كنبقى ما كنزيد شويه شويه الدقيق، وكنبقى ندرب، اللي عندها الدراب انا كتستعمل الدراب. دونك كنزيدي شويه بشويه. فوالا البنات، هادي لا توش فينال ديال لاصوص بيشاميل، هانتوما كي كتولي كتخرج عاقده. دونك فوالا، هنا بالنسبه للحشوه اللي صوبنا بالكفته والبصله والبزار والقزبر معدنوس، درتهم هنا فوق من هذه ملي طابت ليا، ومن بعد ما يعني من بعد ما رميت درت الكفته، موراها درت شويه الفلفله حمراء اللي صورتها بشويه ديال الزبده، ودرت فيها شويه تاع الابزار، ودرتها فوق منها. وابخي غادي نزيد لاصوص بشاميل. فوالا البنات، دونك كنطاليو لاصوص بشاميل، دونك ها هي. من بعد درت على الفرماج غابي، وغادي نديرها في الفران ملي طيب ان شاء الله، نوريكم النتيجه النهائيه. وها